مع وصول الدفعه الثانيه من لقاح فايزر المضاد لفيروس كوفيد 19، تواصل وزاره الصحه حمله التطعيم التي بداتها اواخر ديسمبر الماضي، مستهدفه في مرحلتها الاولى العاملين في الصفوف الاماميه وكبار السن وذوي الامراض المزمنه والاحتياجات الخاصه. الاقبال على التسجيل الحمد لله فاق التوقعات، الاعداد اللي قاعد تجينا نسبه الاقبال عاليه جدا تفوق 90%، يعني من الناس اللي مسجله وخذت الموعد. وزارة الصحة في عندها خطة على أساس أنه في المرحلة القادمة إن شاء الله يتم تجهيز يعني فرق ميدانية توصل البيوت، لكن في شروط وضوابط يعني فيها نوع من التشدد شوية بالنسبة لمن سيستحق أنه يعني تطلع للفرق المتنقلة هذه لتوفير اللقاح إن شاء الله في المنازل. وبالتزامن مع حملة التطعيم، باشرت وزارة الصحة حملة عشوائية لإجراء مسحات البي سي آر في المنازل مغطية محافظات البلاد. بلشنا في المسوحات الميدانية تقريبا من شهر 4، ولا زالت المسوحات مستمرة. قاعد ناخذ بياناتنا من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، يزودون بأسامي الأشخاص وعلى أساس العنوان اللي يعطونا إياه الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأفرقة راح تطلع. يتم عمل فحصين لكل شخص، الفحصين عبارة عن مسحة الأنف بالعومية ومسحة الدم، وفي النهاية راح نجمع كل هذه النتائج ونعمل إحصائية لكل منطقة صحية. جهود حثيثة تبذلها وزارات الدولة المختلفة سعياً لمكافحة هذا الوباء، تتقدمها الصحة بطاقمها الفني الذي يحرص على وصول لقاح فايزر إلى الجميع. زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس.